مستوى مثل ما كان الانضباط الدفاعي إلنا مع السعودية على أعلى مستوى، والتركيز عالي وغرض المساحات والفراغات، ما نعطيناهم فرصة. أنا قلت لكم في وقت الفريق السعودي فريق قوي تضبط خمسة، بس هو فريق قوي، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على التزامكم واحترامكم لخصوكم. اليوم بعد أكثر من السعودية احترامنا خصمنا، التزامنا بواجباتنا اللي يعطينا إياها المدرب، لا احنا بيتانا داخل ملعب تركيزنا هدونا يجب ان يكون في اعلى مستوى حتى نقدر نوصل وين؟ نقدر نقبل للمرحله الثانيه. وصدقوني مباراه الاخ من حسابات الاخ، بس المهم انه اليوم لازم نطلع بنتيجه ايجابيه، وما في شيء اسمه ما في شيء مهما تكلفت الكلب، سويت اهداف ولا صار عليك اهداف، يجب ان تبقى محافظ على وضعك وشخصيتك بالملعب، وصر انه انا لازم افوز بهاي المباراة، مو تنهزم في داخلك خلاص تستنى. شوف البارحة الفريق الكويتي، شوف الفريق الكويتي، وشوف اللاعب البحريني، وشوف الفريق الايراني. البارحة وصلت البحرين يتقدم، بعدين تقدموا وصاروا 3-2، ردوا سووا البحرينيين 3-2 صار، ولكن انتهت المباراة لصالح منو؟ الفريق اللي يملك الشخصية واللي يملك الإرادة واللي يعرف يتصرف داخل وانتو فريق كبير مش فريق عادي. احنا ما جايين ندخل حتى نعبر المرحله الاولى، احنا جايين نلعب حتى نوصل للنهائي، واضح؟ يوم اريدكم مثل ما عهدتكم، مثل ما شفتكم ماني واعرف عنكم، اريد نكون كنا نلعب بقلب برجل واحد وبروح رجل واحد، اوكي؟ موفقين ان شاء الله.